ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم ياسمين. النهارده جايه اكلمك في حاجه مهمه قوي، يعني قوي قوي قوي، ممكن تكون انت ناسياها او مطنشاها او مش واخده بالك ان هي موجوده. في 7 حاجات اوعي ابدا ابدا حد يعرفهم عنك. 7 حاجات في حياتك اساسيه قوي حد يعرفهم عنك خالص، راجل او ست بقى، يعني بنت او ولد، صغير او كبير، محدش يعرف عنك الحاجات دي خالص. قبل ما اقول لكم الحاجات دي، يا ريت لو انت اول مره تتفرجوا عليا تعملوا حالا سبسكرايب، حالا تحت كده الزرار الاحمر الاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله، لاني ما عنديش مواعيد محدده، ممكن انزل كل شويه فيديو، كل ساعه فيديو، كل يومين فيديو، كل يوم فيديو، فانتوا حظكم، فلازم تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار على تليفونكم ان الفيديو بتاعي نزل وتقدروا تتفرجوا عليه في الوقت اللي تحبوه، وكمان لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كلها تستفاد. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه المشاكل العائليه، دي من اول حاجه في 7 حاجات. اوعي مهما كان اللي قدامك، صاحبك، صاحبتك، حبيبك، جوزك، تحكي له عن المشاكل العائليه، لان يعني المشاكل العائليه دي هتبقى بعد كده بصراحه بتبقى حاجه وحشه قوي، لانك لما يحصل اي مشكله ما بينكم، طب هتروحي لمين؟ ما انت مالكيش حد، انت مقطوعه اصلا يا بنتي، والله العظيم في رجاله وحشه قوي 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 كده. فانت اول حاجه اوعي تحكيها المشاكل، ابعدي عن المشاكل. لا ده احنا بيتنا زي الفل، ده احنا عيله ما فيش منها. زي اي 2 في الدنيا بيتخانقوا، بابا وماما بيتخانقوا عشان مصلحتنا، بيتخانقوا عشان بيتنا، بيتخانقوا عشان مش عارفه ايه، بس الحمد لله لا محدش يقدر ينام من غير ما البيت كله يصالح بعضه والدنيا تبقى كويسه. اهو عيله لطيفه، احسن بقى باللي بتقول. اخويا شتمني النهارده، والله ما هكلمه تاني، وهو يقول لك عندك حق يا حبيبتي. صح صح يا حبيبتي. وفي رجاله كده، في رجاله كده قوي، ده بيقول لك كلمه حلوه، ده اخوكي، طب ابعدي عنه دلوقتي، دي الرجاله الحلوه بقى، ما تكلمهوش، انتوا مالكوش غير بعض يا ستي، الدنيا كلها بيحصل فيها مشاكل وبيرجعوا لبعض حلوين تاني. في كده وفي كده، طب انا ليه احكي من الاول عشان لا اسمع كده ولا اسمع كده؟ لان في الاخر الفايده كلها مش هتبقى غير عندي انا، انا بس، يعني مفيش حد هيجي يصلح لي الدنيا، انا اللي هصلح الدنيا في عيلتي. المشاكل دي في الاخر انا بس اللي فيها، محدش هيبقى معايا فيها، كله هيقول لي معلش ويطبطب كده باي باي. فاحكي ليه من الاول؟ ما تحكيش من الاول. رقم 2 بقى ماضي، تاني حاجه الماضي بتاعك، الماضي الاسود. يعني مثلا وانت صغيره سرقتي اهلك، انا سرقت اهلي، ها ها ها، يضحك في الاول بس ايه، هيبقى في دماغه البت دي حراميه، دي سرقت اهلها يعني، واصحابك هيبداوا يعني، هي مش حاجه حلوه على فكره. كلنا عملنا حاجات غلط، بس مش لازم نقولها، في حاجه اسمها شقاوه نقولها، بس كل حاجه نقولها دي مش حلوه خالص 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 فوق ما انتوا متخيلين. رقم 4 ورقم 3 مش عارفه، بس اوكي، بس دي انا مؤمنه بيها جدا، وبصراحه انا بعملها، انا ما بقولش على حاجه في حياتي لحد غير لما تحصل خالص. وفعلا يعني لاحظتها كذا مره، لما بقول على حاجه نفسي اعملها او هتحصل لسه، بتلاقي في مليون عقده ظهرت والحال وقف. فاوعوا تقولوا على حاجه لحد في الدنيا خالص غير وانت والشخص اللي عايزين تحققوها سوا. خباثه خباثه، بس داري على شمعتك تقيل، معروفه انا اتعلمتها، وحصل لي حاجات في حياتي كتير، اتعلمت اني ما اقولش الحاجه غير لما تحصل فعليا، وابقى كده ماسكاها بايدي ابتدي اقول خلاص تمام، من حق الناس كلها تعرف، مفيش مشكله، وتعرف ايه، تعرف اللي انا عايزه اقوله، مش الاكتر، مش اللي هم اللي عايزين يعرفوه، لا انا عايزه اقوله، اللي هيفرح لك هيفرح لك في كل الاحوال، واللي هيزعل هيزعل في كل الاحوال. فانت اعملي اللي يفرحك وخلاص، اوعي تقولي حاجه، او اوعي تقول مشروع ليك او اي حاجه حلمك نفسه يحصل غير لما تكون محقق جزء منه على الاقل. ابتدي قول بقى، الناس كلها تعرف لوحدها، وكلهم هيفرحوا لك، اللي بيحبك بجد هيفرح لك. النقطة اللي جاية نقطة ضعفك. نقط ضعفك دي ليك انت وبس، مهما كان صديقك، مهما كان حبيبك، مهما كان مين، اوعى حد يعرف نقط ضعفك. بيكون ضعيف او بيكون تعبان او بيكون عنده نقط ضعف قوية قوي، مفيش غير امه، اخواته اللي عارفينها، اكتر من كده محدش يعرفها عنك، لان الناس دول عايشوا معاك في البيت وشافوك في كل ظروفك. بس انت تروح تقولها لحد، هو ده بجد الغلط بعينه، لانه هيستغلها ضدك. كل واحد فينا عنده عيب في جسمه، مش لازم كل الناس تعرفه، مش لازم والله العظيم، يعني عيوبك اللي في جسمك دي ليك انت، لازم تظهر للناس قد ايه انت راضي عن شكلك وجسمك، حتى لو انت مش راضي، مفيش حد فينا راضي عن شكله 100%. دلوقتي ظهر للناس ان انت عندك عدم رضا
دي حاجه وحشه قوي. مش لازم عيوب اللي في جسمك كل الناس تعرفها او كل اصحابك يعرفوها او كل اصدقائك يعرفوها، مش حلوه، مش حلوه خالص. بعد كده بتتعودي تتعايري بيها وحياه ربنا. عيوبك اللي في جسمك دي بتاعتك، جسمك ده بتاعك. لجسمك عامل ازاي؟ عندك ودن اطول من ودن صوابع، عندك صباع زياده، عندك كامل الرضا على شكلك وجسمك حتى لو انت مش راضي. مفيش حد في الدنيا والله العظيم والله العظيم راضي وحياه ربنا، بس لازم نظهر اللي احنا راضيين عن نفسنا. يعني بتقول انا مش طايقه شكلي ونفسي اغير كذا ونفسي اعمل، انت بتكرهي الناس فيكي من غير ما بتحسي. في حاجات زي بيقولوا ايه، انا عندي اعتقاد ان احنا كلنا طاقات مع بعض. يعني اللي قدامك لو طاقته حلوه وبيضحك وبيهزر هينقلك الاحساس بالسعاده، ولو اللي قدامك ده طاقته سلبيه ووحشه هينقلك احساس بالتعاسه. انا من النوع ده. فانت خلي طول الوقت عندك طاقه ايجابيه، الطاقه دي اللي قدامك هيحس بيها ويحبوكي بشكل تلقائي، فخدي بالك من التفاصيل دي. رقم 6، احنا بقى نتكلم عنها كتير. رقم 6، المشاعر الكراهيه. يعني انت بتكرهي حد ليه؟ اقول ليه ما بقاش الضحك على وشي بس جوايا جوايا؟ ليه ما نقعدش نمثل لغايه ما نعرف نصدق نفسنا ان حتى ما بنحبوش نعامله بطريقه حلوه او عادي؟ ليه؟ اصل انت بتعرفيش ايه بكره انت هتحتاجيه ولا لا، او بكره انت عايزاه ولا لا، مين هيقف معاكي بكره؟ ما تعرفيش. انت حتى لو بتكرهي الانسان ده بس لازم تتعاملي معاه عاملين منتهى بمنتهى منتهى السعاده. يعني انت احسن حاجه حصلت لي في الدنيا. اعمل الناس كلها بضحك وبصوره حلوه، والله العظيم الضحكه دي صدقه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه، الضحك في وجه اخيك صدقه، لو انا بغلط انا اسفه، بس فعلا الضحكه دي صدقه. الابتسامه دي معرفش الكلمه الحلوه، الكلمه الحلوه دي والله بتاخدي ثواب عليها كبير قوي. لما تقولي كلمه حلوه لشخص قد ايه انت انسانه مريحه، مريحه نفسيا. يعني نفسيا الواحد لما يقعد معاكي مش يقعد بقى تقعدي شتامه في الشخصيه الثانيه دي، تقعدي تشتمي، لا انا مش بحبها خلاص بس كده، معرفش روحي مش قابله على روحها، بس هي بنت جميله وكل حاجه بس انا روحي مش قابله على روحها. بس طبعا انا عمري ما بكره حد وما بعرفش اكره حد، انا بعملها احسن معامله، بس معرفش لما بقعد في المكان كده مش حاسه ان انا مرتاحه وهي موجوده. شفت الكلام اتغير ازاي؟ لا انت كرهتيها ولا قلتي كلمه وحشه، واللي قدامك حبك واللي قدامك احترمك جدا لانك قلتي مشاعرك بصوره حلوه. هو ده اللي بقول عليه، ما نقولش حاجه وحشه. مشاعر الكراهية دي مش لازم نطلعها. بصوا اخر حاجة دي حلوة قوي والله العظيم، انا نفسي بعملها. العادات اللي انت تتمني انها تروح منك، فاهماني؟ يعني انت بتصحي من النوم ما بتغسليش سنانك، بتغسلي سنانك بس قبل ما تنزلي. ليه اقول للناس انا بصحى من النوم ما بغسلش سناني مثلا؟ فهمتي قصدي ايه؟ العادات اللي انت نفسك يعني نفسك تبطليها، نفسك ما تعملهاش، هو ده اللي بتكلم عليه. العادات دي انت عايزه تبطليها ومش عايزه، مش لازم الناس تعرفها، مش لازم الناس تعرف انت بتعملي عادات غلط ايه او بتعملي عادات صح ايه، مش لازم خالص خالص. انت لو بتقعدي مع حد بتحبي تفضفضي له، بتحبي تشتكي له، بتحبي مش عارفه ايه، انت لو عودتي نفسك انك ما تحتاجيش لحد، طبعا كلنا بنحتاج لحد وكل حاجه، بس الحاجات السبعه الاساسيه اللي اتكلمت عليهم دول مش لازم القريبين مني يعرفوهم ويعرفوا اي حاجه عني بعد كده، انت نفسيا هترتاحي والله العظيم والله العظيم. مش هيلاقوا فيكي حاجه يقعدوا يعايروكي بيها، لان الصديق لما بيتعصب بيعايرك باللي يعرفه صدقيني. فدي كانت حاجه وحشه قوي، انا جربتها شخصيا مره، فدي حاجه وحشه، محدش يعمل كده، محدش يحط نفسه في الموقف ده. فانا بقى من ساعتها قررت قرار ما احكيش حاجه بقى خلاص، احكي الحاجات خلاص. اوكي نحكي الحاجات اللي المفروض كل الناس تعرفها، اوكي هحكي الحاجات اللي المفروض كل الناس تعرفها عشان ما يعرفوش ان انا عملت فرق، بس ساعه الجد مش هحكي ولا اي حاجه. ودول الحاجات اللي انا بتمنى كل البنات كل البنات انها تعملها، او كل الشباب او كل انسان يكون يقدر يعني يتدرب عليها او يدرب عليها نفسه. هتاخد وقت طويل وهتاخد جهد، وانا عارفه الكلام سهل، بس ساعه الفعل هتلاقي الموضوع مختلف خالص خالص خالص. واستنيكم بقى في الفيديو الجاي واعرف رايكم في الكلام اللي قلته. اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اقول لكم ايه دلوقتي، باي.